عين في كل ركن من العالم ترصد وترقب تحركات دول لدول أخرى بعينها، طريقة قديمة اتبعتها أعتى الدول وأضعفها للتجسس على دول عدوة كانت أو حليفة، عن طريق عملاء عديدين أتموا مهامهم كأشباح على الأرض. سنوات طويلة مرت على تلك الطرق القديمة، فظن الجميع بأن التقدم التكنولوجي أنهى خدمات ملايين الجواسيس حول العالم، لكن ما أظهرته الحرب المندلعة في أوكرانيا خالف كل التوقعات. فبينما تستعر الحرب الأوكرانية، بلغت حرب أخرى أوجها جنودها يعرفون بالجواسيس النائمين في القارة العجوز. فما قصة الجواسيس النائمين؟ إنهم الروس المقيمون في أوروبا تحت هويات لاتينية مزيفة، فهم هناك في كل ركن وزاوية من دول أوروبا، يقيمون وسط الأوروبيين منذ سنوات عدة في صور عدة، منها الجار الاعتيادي والأكاديمي المحبوب والحياك ذائع الصيت. كيف كشف أمر الجواسيس النائمين؟ قاد اكتشاف الولايات المتحدة لجاسوس روسي يدعى فيكتور مولر فيريرا، الذي عاش في أمريكا بهوية برازيلية مزيفة، إلى اكتشاف أكبر عن جواسيس روس عدة يعيشون في دول أوروبية عدة بهويات مشابهة، كلها تنتمي لدول أمريكا اللاتينية. لكن لماذا أمريكا اللاتينية دون غيرها؟ تعد قارة أمريكا الجنوبية موطناً لكثير من الناس من أصول أوروبية مختلطة، ما يسهل على الروس اعتبار أنفسهم مواطنين أصليين، وخاصة البرازيل التي لديها مرونة كبيرة في إصدار وثائق الهوية. ما أسباب لجوء روسيا لتلك الحيلة؟ كانت تلك الحيلة سمة من سمات الحقبة السوفيتية، ويبدو أن موسكو عادت لاستخدام الحيلة نفسها بعدما بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في محاولة منها لزرع براثينها في كل شبر من العالم. فهل تتصاعد مجدداً حرب الجواسيس في العصر الحديث؟